الدنيا والله. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحييكم. يا الله بسم الله. لا إله إلا الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني معنا بضع استفسارات. الاستفسار الأول الذي نبدأ فيه يعني على بعض الإخوان يستفسروا عن موضوع أو عن حديث الصوف. كنا تكلمنا عن حديث الصوف اللي ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لجماعة من المسلمين اللي جاءوا من قبل المغرب ووقفوا أمام الرسول، كانوا وقوف وهو جالس، وسألوه أسئلة، وعرف منها الراوي أن الرسول تكلم بأربع كلمات. سمع أنه يقول عليه الصلاة والسلام: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، وسمع: تغزون فارس فيفتحها الله، وسمع: تغزون الروم فيفتحها الله، وسمع: تغزون الدجال فيفتحها الله. هذه الكلمات اللي سمعها، يعني السائلين اللي بيسألوا هل هؤلاء هم أصحاب الرايات الصفر اللي ذكر في أحاديث أخرى؟ يعني ما العلاقة بين جماعة الصوف أو أهل الصوف أو هاي الجماعات اللي كانت في حديث الصوف مع جماعات الرايات أو الرايات الصفر؟ أول شيء إخواني، نقول إنه أحاديث الرايات الصفر ضعيفة، ليست بصحيحة، ضعيفة. فنروي بعض من هذه الروايات حتى أنه نقف على أهل أو على جماعة الصوف أو مجموعة أو الرايات الصفر. أول شيء، في كتاب نعيم بن حماد جاء أخرج أبو عبد الله أنه قال: إذا أقبلت الرايات السود من المشرق والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في صرة الشام، يعني دمشق، فهنالك البلاء، هنالك البلاء. هذا الحديث أخرجه نعيم أو نعيم بن حماد في كتابه الفتن. وهنا يتكلم عن نوعين من الرايات، الرايات السود، وتكلمنا عن رايات السود في دروسنا السابقة وقلنا فيها أحاديث صحيحة. رايات السود وهي تأتي من قبل المشرق، وتكلمنا أن هي ميقات زماني، لأنه جاء الحديث أول شيء عن اقتتال ثلاثة على كنز الكعبة، وبعدها خروج، ثم تخرج الرايات السود من المشرق. يعني هذه الرايات السود نعلم متى تخرج، بعد اقتتال ثلاثة على كنز الكعبة. هلأ في هذا الحديث يعني هناك ربط زماني ما بين ظهور الرايات السود مع مين؟ الرايات الصفر. أما الرايات السود فتأتي من قبل المشرق، والرايات الصفر تأتي من فين؟ من قبل المغرب، وتلتقي الاثنتين فين؟ في صرة الشام. الصرة يعني الوسط، يعني أهم شيء نقول صرة البني آدم اللي هي وسطه، وهي أهم عضو، لأنه كان يتغذى منه من في رحم الأم، فهي مكان الرحمة أو مكان سبب الحياة في ذلك أو من ذلك المكان. فهنا شبهت الشام بإيش؟ بالصرة،
للعالم الإسلامي، لأنه هي مصدر رحمة العالم الإسلامي أو الدول العربية أو الإسلامية كلها. وهنا هناك تحديد للشام في إيش؟ في دمشق. ونعلم إخواني أن بلاد الشام على الإطلاق هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذه الأربع مناطق. ولكن هناك تحديد في هذا الحديث أنه تلتقي الرايات السود مع رايات صفين في سرة الشام ألا وهي دمشق. فهنالك البلاء، هنالك البلاء، يعني هنا يبدأ البلاء. لاحظوا يعني إذا إحنا أخذنا الحديث اللي رويناه عن اقتتال ثلاثة عند كنز الكعبة ثم ظهور الرايات السود، طلعوا فينا اقتتال ثلاثة وتظهر الرايات السود وتظهر الرايات الصفر ويلتقوا في سرة الشام، وأيضا تكلمنا عن حديث هلكة العرب، وقلنا على الغالب أن هلكة العرب تأتي من اقتتال ما بين الرايات السود أو تقتيل من أهل الرايات السود لمين؟ لهؤلاء الثلاثة ومن يناصرهم فين؟ في اقتتالهم على كنز الكعبة، فتحدث مقتلة العرب. عشان هيك يعني هذا حديث أول شيء نتكلم عنه، ثم يعني نكمل إخواني. تكلمنا أول شيء، أنا بديت أنه أحاديث الرايات الصفر مالها ضعيفة. حديث آخر أو رواية أخرى جاءت أيضا في كتاب الفتن لابن حماد، يقول إذا التقت الرايات السود والرايات الصفر في سرة الشام فبطن الأرض خير من ظاهرها. يعني شفنا الرواية الأولانية شو كان فيها، فهنالك البلاء، هنالك البلاء. هون شو فيه؟ فبطن الأرض خير من ظاهرها. شو معناه؟ معناه البلاء اللي احنا بنحكي عنه ماله عظيم جدا جدا جدا، يعني يكون هناك ايضا عملية تقتيل من اعداء الاسلام على مين؟ على المسلمين انفسهم. لانه ليش بده يقول فبطن الارض خير من ظاهرها؟ لانه المسلمين راح يشهدوا ايش؟ عمليات تقتيل وتذبيح، لربما كانت تقتيل جماعي، ولربما كانت يعني أكثر من التقتيل. نشهد إخواني اليوم هناك عمليات اغتصاب جماعية يقوم فيها أعداء المسلمين على مين؟ على أحرارنا ومسلماتنا في ديار الإسلام. لما يجتاحوا منطقة معينة يقوموا بقتل الرجال واغتصاب النساء بشكل جماعي. في هذا الوقت إخواني يعني أهل هؤلاء بالنسبة لهم شو بتمنوا؟ بتمنوا لو أنهم كانوا ليسوا بأحياء، بتمنوا لو كانوا في باطن الأرض خير لهم من إيش؟ من ظاهرها. وهذا إخواني إحنا بنشهده حاليا. أي نعم هناك تعتيم، وتكلمنا إخواني كثيرا وقلنا إنه ستحدث في بلاد الشام أمور رهيبة جدا جدا جدا، ولكن سيتم تعتيم عليها بشكل رهيب حتى ما تظهر للخارج، إنما الحواليها اللي موجودين في تلك المنطقة راح يشهدوها. ليش؟ لإحداث رعب. بدهم هؤلاء شو؟ إما ينتقلوا إلى جهة الشيطان أو إنهم يفروا من المناطق ويتركوها. ونذكر إنه أحاديث الغوطة شو بتربط لنا؟ بتربط لنا رجال الشام، رجال الغوطة بإيش؟ بالملحمة الكبرى. فعند الشيطان، يعلم الشيطان إنه من بلاد الشام شو راح يتصدر؟ راح يتصدر رجال صناديد لمين؟ لملحمة آخر الزمان. وملحمة آخر الزمان بالنسبة لهم أن تكون أو لا تكون، يعني إما أن تنتصر أو تفنى، واحد من هدول التنتين. عشان هيك هم بشكل استباقي شو بدهم؟ بدهم يمنعوا إنه رجال الغوطة أو رجال الشام يوصل للملحمة الكبرى. فشو راح يكون؟ راح يكون هذا الأمر الرهيب عليه. وهي الحديث لغاية الآن تؤكد هذا الأمر. فمن ناحية معاني، ترابط معاني، مع أنه الحديث كما تكلمنا يعني أسنادها ليست بصحيحة 100%، وإلا أنه المتن معناه لغاية الآن يتماشى مع ما نراه ومع ما يحدث على الواقع. نأتي لصيغة أخرى أيضا جاءت عن كعب، قال أيضا في كتاب الفتن لابن حماد، يقول إذا التقت الرايات السود والرايات الصفر في سرة الشام
فبطن الأرض خير من ظاهرها. قال صفوان: لينزعن البربر أبواب حمص عما سواها. يعني هنا يعني هذا الحديث في إيش كلمة جديدة نستفيد منها، ألا وهي كلمة البربر. والبربر كما نعلم هم قبائل موجودة فين؟ في بلاد المغرب، سواء في مراقش، في الجزائر، في تونس، هناك قبائل في البادية يعرفوا بالبربر، ولربما كانوا هم جزء من مين؟ من هذه الجماعات التي ستحمل هذه الرايات الصفر وستكون وتلتقي في سرة الشام. رواية أخرى إخواني أيضا جاءت في كتاب الفتن لابن حماد، يقول: إذا التقت الرايات السود والصفر في سرة الشام فبطن الأرض خير من ظاهرها. هي نفس الرواية اللي قرأناها، يعني ما في داعي نكررها، نفس الرواية ولكن بسند آخر. طيب رواية أخرى أيضا في كتاب الفتن يقول ابن حماد: إذا استقت الرايات الصفر والسود في سرة الشام فالويل لساكنها من الجيش المهزوم، ثم الويل لها من الجيش الهازم، ويل لهم من المشوه الملعون. يعني هذه إخواني أيضا رواية جاءت في كتاب ابن حماد، وكما تكلمنا وقلنا كل هذه الحديث اللي احنا رويناها هي ضعيفة السند، إلا أنه معناها يستقيم في جزء كبير من أحاديث أخرى جاءت. هلأ نقرأ إخواني من صحيح مسلم حديث يتكلم عن العراق، يقول في أبو هريرة: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبو هريرة ودمه. هنا إخواني يعني هذا الحديث يتكلم عن حالة يشرح فيها أوضاع آخر الزمان. في آخر الزمان نرى هنا في عنا يعني العراق والشام ومصر، هذه المناطق الثلاثة شو راح يكون فيها؟ راح يكون فيها سيطرة على الأموال، طبعا سيكون المسيطر عليها مين؟ أعداء الإسلام بطريقة ما أو أخرى. ولو هلأ نظرنا إخواني على العراق ونقول العراق بإيد مين؟ يعني واضح إنه العراق لا في إلى سيطرة لا على البترول ولا على الدينار العراقي ولا على مالها ولا على حالها. هناك من يسوقها ويسوق أمورها رغما عنها وبوضع لها خططها، حتى إنه أنا سمعت إنه يعني حتى الحكام والأمراء والوزراء راتبهم بياخدوه من مين؟ من دول أخرى، بياخدوا رواتب من دول أخرى مش من مقدرات الدولة. يعني الأصل إنهم مش يكون في عندهم خزينة كما نقول بيت المال، وهذه الرواتب يأخذوها من فين؟ من نفس خزينة الدولة، ولكن على ما يبدو إنه ما في خزينة للدولة، كل مقدرات البلد تخرج إلى جهة أخرى، وهي الجهة الأخرى شو عمالها؟ بتصرف رواتب على الوزراء والحكام في تلك المنطقة. ولو سألنا إخواني الحال في مصر، هل يختلف الحال في مصر؟ يعني ننظر للمديونية الخارجية اللي موجودة على مصر، كم مصر مديونة في ميزانها للخارج؟ طبعا علماء الاقتصاد بيعرفوا الأجوبة على هذا، وبنعرف إخواني إنه تقريبا مقدرات البلد كلها يعني ما عادت بإيد مصر. لو نظرنا لبلاد الشام لن يكون حالها بأفضل، يعني كأنه بلاد الشام يحكمها غير النظام الحاكم، والنظام الحاكم شماله عماله بمشي تحت ظل من يقوم في الحرب هناك. وشهدت أنا في قبل فترة يعني مقطع من الفيديو لبشار الأسد مع بوتين، يعني بوتين ماشيين مع بعضيهم، بشار الأسد ماله ماشي بعد بوتين، وكأنه يعني بشار صبي لمين؟ لبوتين. وطريقة الازدراء اللي موجودة يعني غريبة وعجيبة، لا تتوافق إنهم
في تنين ماشيين زعماء أو رؤساء لدول، ولكن كما يبدو أن هناك زعيم لدولة والتاني شماله تابع لإله وبيمشي تحت ظله. فنقول يعني هذا الحديث إنما يدل على حالة في آخر الزمان، وهذه الحالة على ما يبدو أنه إحنا عايشين فيها حاليا. أيضا إخواني لو قرأنا يعني نفس الرواية موجودة في أكثر يعني موجودة في سنن أبي داود وموجودة في صحيح أبي في الكامل في الضعفاء وفي المحلي، نفس الرواية موجودة في الاستذكار، موجودة نفس الرواية وفي نخب الأفكار نفس الرواية، يعني الحديث موجود في أكثر أو من أكثر من كتاب. فهذا الحديث يعني لو إحنا ربطناه مع حديث الرايات الصفر إنه ستلتقي الرايات السود والرايات الصفر في سرة الشام في دمشق، وإحنا حاليا عمالنا شو مالها بنشوف دمشق وسوريا في وضع غريب وعجيب ويتوافق مع أحاديث آخر الزمان، ولعلنا في آخر الزمان. طيب نقرأ أيضا حديث آخر يتكلم فيه، وهذا ليس حديث يعني أنا قلت حديث ليس حديث، ولكن نتكلم فيه أثر عن كعب الأحبار. شو بقول فيه؟ لا يوشكن العراق يعرك عرك الأديم، ويشق الشام شق الشعر، وتفت مصر فت البعرة، فعندها ينزل الأمر. هذا أيضا الأثر فين موجود؟ في كتاب الفتن لابن حماد. يعني هذا أيضا يعني يتكلم عن وضع هذه الدول الثلاثة في آخر الزمان. ونذكر هذا إخواني أثر وليس بحديث، ليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه عن كعب الأحبار، والبعض أحيانا برويه على أنه حديث وهو ليس بحديث. الخلاصة اللي بدنا نوصل لها أنه أحاديث الرايات الصفر ضعيفة، إلا أنه ما نشهد على الواقع قد يصدقها. ليه؟ لأنه كما تكلمنا حديث الصوف يتكلم عن مجموعة من الناس ستأتي من المغرب وتكون جزء من إيش؟ من جيش المهدي. وجيش المهدي إخواني كما قلنا سيجتمع، يعني في عنا كما تكلمنا بيعة المهدي فين راح تكون؟ عند الكعبة بين الركن والمقام، وفي هذه البيعة سيكون هناك اجتماع لمجموعة صغيرة، والرسول شو قال؟ ائتوه ولو حبوان على الثلج. وفي نفس الوقت ستظهر الرايات السود، ولربما هون نقول ربما، ليه؟ لأن الحديث ضعيف ولا حديث ضعيفة، لربما كانوا أهل الصوف راح ييجوا يجتمعوا لجيش المهدي هم أصحاب الرايات الصف اللي بيجوا من المغرب. وأيضا إخواني لا يمنع إنه جيش المهدي طلعوا، إحنا تكلمنا إن المهدي سيكون له أربع حروب، حرب في جزيرة العرب، وحرب في فارس، الحرب الثالثة فين راح تكون؟ في روما في إيطاليا. إذا احنا نظرنا على الوضع يعني ستكون اتجاه المهدي الأصل راح يكون اتجاه المهدي بهذا الاتجاه من مكة إلى بيت المقدس، ولكن أن يحرف إلى روما بهذا الاتجاه شو معناه؟ معناه أنه الحروب اضطرته إنه يصعد من مكة لفين؟ إلى روما، ومن روما في بعدين في توجه لفين؟ لبيت المقدس. يعني راح يكون في عنده انحراف في اتجاهه، بدل ما يروح الى الشمال راح يقول الى تقريبا الشمال الغربي، وبعدين راح يكون يتجه الى الشرق بهذا الاتجاه حتى انه يعود لبيت المقدس. هذا الانحراف في حروبه سيكون مضطر عليه، شو معناه؟ معناه انه ستبدأ الحروب. ولما نقول انه سينحرف بهذا الاتجاه يعني راح يمر لربما من خلال افريقيا على مصر على تونس، ومنها سيصعد إلى إيطاليا والله أعلم. في هذا الانتقال وحديث الرسول شو بيقول؟ هؤتوه ولو حبوا على الثلج، يعني طول ما هو ماشي في الطرقات شو راح يتجمع له؟ راح يتجمع له جيش، فلربما أيضا يعني يتجمع للمهدي جيش من الرايات الصف في طريقه، مش شرط أنه فقط تجتمع الرايات الصف وتلتقي ك
كما جاء في حديث ابن حماد تلتقي الرايات السود مع الرايات الصفر في سورة الشام، أيضا قد تجتمع للمهدي هذه الرايات الصفر بغض النظر عن لون الراية التي ستجتمع، إلا أنه من المؤكد أنه سيجتمع للمهدي جيش كبير وعظيم. ليه؟ لأنه نقول أنه روما ستفتح بالتكبير. شو يعني ستفتح بالتكبير؟ يعني مجرد أن يدخل جيش المهدي إلى روما اللي فيها شو راح يكون؟ مسلم تسليم، ما راح يقوم بأي عمل ضد المهدي. ليه؟ لأنه أصبح للمهدي جيش جبار ومعتبر ويزرع الرعب في قلوب من أمامه، فستسلم هؤلاء للمهدي وستفتح روما بالتكبير، ونقول هذا والله أعلم. هلا نقرأ حديث عن المهدي في صحيح مسلم. يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. إن هذا الحديث في صحيح مسلم، يعني مقصد آخر إنه إحنا لما نتكلم عن خليفة الزمان، خليفة الزمان اللي هو المهدي، سيقسم المال صحاحا. إذا واحد طلب منه مش راح يعد له قديش بدك، راح يحمله تحميل المال، مما يعني أن المال سيفيض. أيضا نقرأ رواية أخرى في صحيح مسلم، جاء من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا، وفي رواية ابن يحث المال حثيا، فهذا بمعنى أنه يعطي المال صحاح ولا يعد المال، وهذا دلالة على شدة المال أو عظمة أو كثرة المال مع المهدي. والبعض إخواني يسألني طيب كيف ستكون هناك سنين عجاف، تكلمنا عن 3 سنين ستكون فيها فقر وشدة وغلظة في حياة المهدي قبل ظهور الأعور، وكيف سيحصل المهدي المال حثيا أو حثوا؟ فنقول هذه فترة زمنية إخوان، في أن المهدي للأعور وفي أن بعد الأعور مع سيدنا عيسى فترة زمنية يعيشها المهدي. قبل الأعور هناك السنين الثلاث اللي تكلمنا عنها العجاف، وهذه ستكون كربة عظيمة على الناس أجمعين، وآخرها لهذه السنين سيظهر الأعور ومكث الأعور كما تكلمنا. الأعور دجال ليش راح يمكث في الأرض 40 يوم فقط، مكثه 40 يوم. وعندما يقتل الأعور سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيخير الناس ما بين الدخول في دين الإسلام وما بين القتل. لربما وسألني البعض كيف نعلم هذا، نقول من كلمة في حديث أن عيسى سيضع الجزية. شو يعني سيضع الجزية؟ يعني لن يقوم ولن يقبل سيدنا عيسى ببقاء ذمي من أهل الكتاب في ديار الإسلام. وفي ذلك الوقت إخوان نعلم أن المهدي مع عيسى سيملك أقطار الأرض كلها، أحد الأربعة اللي بدهم يفتحوا كل الدنيا، وستدين الدنيا كلها بدين الإسلام. طيب إذا صارت الدنيا كلها مسلمة وسيدنا عيسى سيضع الجزية، أين سيعيش الكافر؟ يعني أعطوني دولة ستكون للكفار أنه أحط فيها كفار، وعيسى عليه الصلاة والسلام سيضع الجزية. فنقول ما في حل، طالما أنه سيدخل الإسلام في كل الدنيا وطالما أنه سيدنا عيسى سيضع الجزية، لن يكون هناك خيار آخر ما بين أو لكل أهل الكتاب إلا في الدخول في الإسلام أو إيش؟ أو القتل. هلا ممكن واحد يسألني طيب إذا أنت بدك تقتل واحد لما تخيره أنه يدخل في دين الإسلام أو ما يدخلش في دين الإسلام، أليس هذا إجبار على دخول الدين؟ وإحنا في دين الإسلام شو بنقول؟ لا إكراها في الدين. كيف نوافق أو نوفق ما بين وضع سيدنا عيسى للجزية وتخييره لكل أهل الكتاب إما بالدخول في الدين أو القتل، وما بين قول الله سبحانه وتعالى لا إكراها في الدين؟ فنقول إخواني أصلا هؤلاء اللي تبقوا من أهل الكتاب أو الكفار، اللي تبقوا من أهل الكتاب أو الكفار التنتين المجموعتين مع بعضهم، أصلا كانوا قد اعتدوا على المسلمين وتابعوا واتبعوا مين؟ الأعور الدجال، وأثخنوا وقتلوا فاستحقوا القتل. أصلا هم مش استحقوا القتل،
يعني الاصل انه سيدنا عيسى شو يسوي؟ يقتلهم قصاصا. في ايش؟ بافعالهم. هذا الاصل. انت قتلت مسلم شو لازم تسوي؟ لازم تقتل. فالاصل انه هؤلاء يقتلوا قصاصا بما فعلوا. الا انه تخيير سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت إلهم في دخول الإسلام، إن دخلوا الإسلام شو بكونوا؟ بكونوا عصموا أنفسهم من القتل، ولكن القتل كان استحق. يعني نقول إنه وضع سيدنا عيسى الجزية هو أصلا المفروض إنه لما يضع الجزية يكون قاتلهم كلهم، ولكن وضعه للجزية مش تخيير، إنه خيرهم بين دين الإسلام وبين انهم يكونوا كفار، لانه لا اكراه في الدين، الاصل انه كل واحد يختار دينه، ولكن هو يخيرهم انه يقتلوا قصاصا فيما فعلوا، او انه يعصموا دمهم بايش؟ في دخولهم في الاسلام. هيك اللي بده يصير اخوة. فما بدنا نخربط بين انه لا اكراه في الدين وبين تخيير سيدنا عيسى لهم ما بين القتل قصاصا فيما فعلوا، وما بين انه هو يمحو عنهم هذا الاثم اللي ارتكبوه اذا دخلوا في دين الاسلام، فيعفو عنهم في ايش؟ فيما قتل، زي ما فعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة. شو قال؟ قال اذهبوا فانتم الطلقاء. يعني الاصل انك شو هم سووا؟ قتلوا وذبحوا. شو سوي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقتص منهم، مش هذا الاصل؟ ولكنه شو سوى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ عفى عنهم لما علم انهم سيدخلوا الاسلام، او حتى قبل ما يدخل الاسلام وبعدها دخلوا في دين الاسلام. سيدنا عيسى سيكون فعله مع اهل الكتاب تماما كما فعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عشان هيك اخوان نقول لو احنا قرأنا من سورة النساء في هذا الامر، يعني الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ بقول وان من اهل الكتاب، يعني لن يبقى من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا مين؟ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني لما يأتي سيدنا عيسى لن يتبقى احد من اهل الكتاب الا شو يسوي؟ الا يؤمن فيه. هذا اخواني ليس معناه انه كلهم راح يؤمنوا بسيدنا عيسى، لا، معناه انه من قبل انه هو يتم العفو عنه ولا يقتل قصاصا قبل انه يدخل دين الاسلام فيعفى عنه، شو معناه؟ راح يبقى. الله سبحانه وتعالى يقول وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، يعني لن يتبقى احد دخل في دين الاسلام وعفى عنه عيسى الا واصبح مسلم، اما الباقي إن لم يقبل سيقتل إيش؟ قصاصا. فإذا قتل قصاصا بما فعل وهؤلاء البقية دخلوا في دين الإسلام، شو معناه؟ لم يتبقى أحد إلا هو دخل الإسلام. فيتحقق قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في الآية 159 إن كل أهل الكتاب راح يكونوا داخلين في الإسلام ويكون عليهم شهيدة. إحنا بنعرف إخواني إحنا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال عنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسيدنا عيسى هو شو راح يكون شهيد على مين؟ على كل من تبقى. ليه بنقول سيكون شهيد على كل من تبقى؟ يعني لاحظ، يعني هو هؤلاء اللي تبقوا ودخلوا في الإسلام أصلا استحق عليهم القتل قصاصا، ودخلوا في الإسلام وعفى عنهم سيدنا عيسى، وبعد موته لسيدنا عيسى جزء منهم شو راح يسوي؟ راح ينقلب ويكفر، ومن ضمن هؤلاء كما قلنا ذو السويقتين سينقلب ويكفر ويهدم الكعبة ويستخرج كنز الكعبة. طيب هلا لما يأتي يوم القيامة هؤلاء اللي انقلبوا وعادوا من دين الإسلام وانقلبوا إلى الكفر، شو مين بده يشهد عليهم؟ سيدنا عيسى سيقول هؤلاء كان عليهم قصاص بالقتل وأنا عفيت عنهم لأنهم دخلوا في الإسلام، ولكن انتظروا حتى موتي وبعدين شو سووا؟ انقلبوا للكفر من جديد. فسيشهد عليهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب إخواني، يعني هذا بالنسبة للرايات السود. هناك سؤال آخر
يعني سألني عنه البعض في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. نقرأ هذا الحديث أولا ثم نتكلم عنه. الحديث يقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، أول شيء الراوي يقول: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يمر على جماعة من الصحابة يتذاكرون أمر، فيسألهم: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. قبل الساعة نرى 10 آيات، نعدهم هاي الآيات العشرة. قال: فذكر الدخان، هاي واحدة، والدجال تنتين، والدابة 3، وطلوع الشمس من مغربها 4، ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم هاي 5، ويأجوج ومأجوج هاي 6، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن هي 10، تطرد الناس إلى محشرهم. إن هذا الحديث جاء في صحيح مسلم. لهون إخواني، يعني البعض يعتقد إنه هذه العلامات العشرة ترتيب زماني، ونقول هذه العلامات العشرة ليست ترتيب زماني، هي 10 أحداث، ولكنها يعني مخربطة من ناحية ترتيب زماني. يعني ممكن واحد يكون قبل الثاني أو بعد الثاني، إحنا لازم نرتبها بحسب إيش؟ حسب فهمنا للسلم الزماني اللي موجود. على سبيل المثال إخواني، نبدأ فيهم واحدة واحدة. الدخان، إحنا ما بنعرف تماما متى ستكون إشارة الدخان. الدجال بنعرف، على سبيل المثال الدجال بنعرف سيكون بعد المهدي، وسيكون قبل سيدنا عيسى، مظبوط ولا لا؟ فالدجال قبل سيدنا عيسى، بنعرف هذا الشيء. هلا الدابة بنعرف امتى بدها تكون، بعد طلوع الشمس من مغربها. ليه؟ لانه طلوع الشمس من مغربها كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام يغلق باب التوبة، يغلق باب التوبة. فهلا ان ظهرت الدابة ووضعت اشارة على اجبهة الناس او خراطيمها مسلم وكافر، واجا واحد كافر تاب، شو معناه؟ معناه انه لن تقبل توبته، لانه موجود على جبهه مال وجبهته ايش؟ كافر. فالدابة من المؤكد انها راح تكون امتان؟ بعد شروق الشمس من مغربها. هلا الرسول عليه الصلاة والسلام هون حط لنا الدابة، شو حط لنا بعدها؟ طلوع الشمس من مغربها. انا شو بدي اسوي؟ بدي اكون حكيم اني ارتبهم، يعني الترتيب الزماني بقول طلوع الشمس من مغربها، بعدين شو بتيجي بعديها؟ الدابة. هلا بعديها بقول عليه الصلاة والسلام: ونزول عيسى. طب نزول عيسى بده يكون بعد طلوع الشمس من مغربها ولا قبل طلوع الشمس من مغربها؟ اكيد بده يكون قبل طلوع الشمس من مغربها. ليه؟ لانه سيدنا عيسى يعني على الاقل سيخير الناس ما بين الايمان والكفر كما تكلمنا. هلا ان كان بده يخيرهم وكانت الشمس طالعة من مغربها، بتنفع تخييرهم؟ ما بنفع، لانه اغلقت باب التوبة. فنزول سيدنا عيسى يكون قبل ايش؟ قبل طلوع الشمس من مغربها. فمنرتب. هلا بنيجي بنسأل: معناه سيدنا عيسى قبل طلوع الشمس من مغربها، طب قبل الدابة؟ طبعا قبل الدابة. الدابة امتى صارت؟ بعد طلوع الشمس من مغربها. فصار في عندنا نزول عيسى، طلوع الشمس من مغربها، والدابة، هذا الترتيب المنطقي. بعدين شو بقول؟ بقول: ويأجوج ومأجوج. احنا بنعرف يأجوج ومأجوج امتى راح يكونوا؟ راح يكونوا بعد سيدنا عيسى وقبل موته لسيدنا عيسى. يعني يأجوج ومأجوج يعني مذكورين مع سيدنا عيسى، انه سيدنا عيسى سيحرز الناس الى جبل الطور من شر يأجوج ومأجوج. يعني سيكونوا بعد ظهور سيدنا عيسى، ولكن من المؤكد في حياته يعني قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الدب. وهكذا يا اخواني، معناه الحديث هون الخلاصه اللي بدنا نوصل لها انه هاي الاشارات العشرة اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ربما اخواني كان هناك صيغ اخرى من نفس الحديث، والاشارات العشرة شو مالها؟ مخربطة. نتذكر هون العشرات العشرة هون المذكورة بناتها ايش؟ حرف الواو، واو في العطف، مش ثم تفيد لنا ترتيب زماني زي حديث كنز الكعبة. حديث كنز الكعبة
بنعرف انه في ترتيب زماني متعاقب، يعني في عندك اقتتال ثلاثة ثم تظهر الرايات السود. لو كان الحديث اقتتال ثلاثة وتظهر الرايات السود كان معرفناش مين قبل مين، لانه واو العفو تشرك ما قبلها فيما بعدها بنفس الحكم، بيصير فينا بدنا إشارة أخرى لهذا الترتيب الزمني. عشان هيك إخواني بنقول يعني ما نفهم من هذا الحديث إنه هذا ترتيب زماني، لأنك إذا أنت أخذته كترتيب زماني راح تشق على نفسك، ما راح تفهم الترتيب الصحيح. إنما هناك 10 إشارات يعدها الرسول عليه الصلاة والسلام. في روايات أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام شو قال؟ أعدد 6 بين يدي الساعة، يعني شو أعطانا؟ 6 إشارات في هذا الحديث. قديش أعطانا؟ 10 إشارات، هذه كلها تسبق الساعة. ولكن كما قلنا يعني يجب أن ننتبه لحرف الواو وحرف ثم يفيد الترتيب الزماني. أما حرف الواو فنحتاج إلى سليقة أخرى أو بينة أخرى أو سياق آخر حتى يدلنا على هذا الترتيب الزمن. هون إخواني يعني إحنا بنرجع ومنقول إذا أشكل عليك شيء بتقدر إنك أنت تسأل، ورح نحاول قدر الإمكان نحن نجتهد نحن نرتب لك الأحداث في ترتيبها الزماني الصحيح أين تقع، لأنه يشكل على كثير ناس إيش رح يجي قبل إيش، شو الترتيب الزماني الموجود في سلم آخر الزمن. ولكن إخواني يعني نرجو شيء بسيط، يعني في ناس بتقرأ الحديث وما بتفهمه، مع أنها ما بتفهمه شو بتسوي؟ تصر على إنه فهمها صحيح. إذا أنا يعني واجتهادي وقديش أنا درست الأحاديث وحاولت إن أنا أرتبها ترتيب صحيح، شو بقول؟ لازلت أقول إنه الترتيب اللي أنا بحطه احتمال، ولا أجزم فيه وأقول والله أعلم، ولا ربما أكون مصيب وأكون خطأ. فأنت إذا قرأت حديث مجرد أن تقرأ حديث ما تجزم بفهمك إنك أنت فهمت كل القصة لأنك قرأت حديث. إذا كنت بتطرح سؤال لا بأس، أنا مستعد إني أنا أجاوبه، ولو كان في عندك استفسار مش فاهمه لا بأس، أنا مستعد إني أنا أمشي معك خطوة خطوة حتى أنه نوصل للصح سواء أنا ولا أنت. ولكن إذا كنت عمالك بتصر إنه اللي عندك صح، فبقول لك فيش مشكلة، يمكن اللي عندك صح، ولكن أنا أقف عند حد الجدل، ما بدي أجادل في الأمر الموجود معك، يعني يكفي إضاعة الوقت، إحنا مش بحاجة إنه إحنا نضيع وقت أكثر من اللازم، يعني نكتفي إنه إحنا أنت مصر على اللي عندك فلا بأس، خلي اللي عندك عندك واترك لنا المجال إنه إحنا نتعامل أو نتذاكر في أحاديثنا في ترتيبنا مع باقي إخواننا بالطريقة اللي إحنا بنعرفها. لا بأس إخواني من السؤال، ولكن يعني الإصرار على فهم معين غير جائز، ودائما ضع احتمال إنك تكون مخطئ، كما أنا أضع احتمال، أنا بضع احتمال إن أنا أكون مخطئ وأقول ما عندي، يعني بديش أقول ما عندي صواب ولكن يحتمل الخطأ، خلينا نقول ما عندي خطأ يحتمل الصواب، يعني أنت حط احتمال انه اللي عندي صواب وانه اللي عندك خطأ، دائما خلي هذا الاحتمال ولا تجزم، لانه في كتير اخوان بيصروا وبعد فترة يعني انا بضطر انه انا يعني من اصرارهم ان انا اوقف الجدل، وهو لما بدوش اوقف الجدل بضطر اني انا احضر هذا الشخص يعني منعا لاستنزاف الوقت. طيب هذا كمان اخواني كان سؤال من الاسئلة المطروحة على علينا. في أحد الأسئلة أحد الإخوان أو مجموعة من الإخوان بيسألوا عن الوضع في قطاع غزة حاليا، وإحنا نشهد اقتتال أو ضربة عسكرية قوية حاليا على قطاع غزة. إخواني نتذكر إنه قطاع غزة يعني حاليا تحت أمر، يعني قدم له طريق أو نسميها خطة عمل، خارطة الطريق، قدمت له خارطة الطريق. خارطة الطريق هاي احنا تكلمنا عنها في السابق اللي هم يسموها صفقة القرن، ومع انه يعني صفقة القرن صار المصطلح واضح امام الجميع وبدوا يغيروا، انما هم بيحاولوا يغيروا التسمية ما بيغيروا المعاني
والمفاهيم اللي موجودة، يعني يريدوا أن يفرضوا يعني الأمور اللي موجودة في صفقة القرن على الجميع رغما عنه. وتكلمنا يا إخوان وقلنا هؤلاء يتبعوا ثلاثة طرق لفرض صفقة القرن. أول إشي الترغيب، ثاني إشي إيش؟ الترهيب. ثالث إشي إيش؟ بيجي عندنا كما قلنا الابتزاز. وتكلمنا عن هذه الطرق الثلاثة التي يتم استخدامها. حاليا قطاع غزة موجود يعني أقلها ما بين الترغيب والترهيب. عشان هيك هم بيطرحوا عليه وبقولوا له تعال في قدامك حل اسمه صفقة القرن، بدنا نعطيك فيه كذا وكذا وكذا ونسوي لك غزة سنغافورة العرب، وبدنا نفتح لك مطارات وموانئ، وبدنا نعطيك مصاري، وبدنا نعمل يعني هذا كله من قبيل ايش؟ الترغيب. وفي عندنا كمان ايش اخواني قلنا؟ الترهيب. الترهيب انه يتم كما يتم حاليا ايش؟ ضربه. ليه؟ عشان يقول انا قدامي هلا ايش؟ اما اني بدي اتملي تحت الهواي، او شو بدي اسوي؟ بدي اقبل بالموجود على الطاولة. فبيصير عنده ادعى يقول لك انا يعني امام شعبي وامام ناسي انا صرت ايش؟ مش قادر ان انا احميهم واوفر لهم الحماية، فلو انا قلت ان انا قبلت بجزء من هاي الصفقة فلن يكون هناك اعتراض ممن حولي، لانه ما في عندي مناص او طريقة او حل اخر. نقول اول شيء اخواني، نقول اولا كان الله في عون اخواننا سواء في قطاع غزة او في كل ديار المسلمين، لانه الحيلة التي يتم استخدامها في كل مكان، مش بس في قطاع غزة، مش على اخوتنا في القطاع، على اخوتنا في غزة، يتم استخدامها في كل مكان. ترغيب، ترهيب، وايش؟ وابتزاز. ومعظم العالم العربي خضع لايش؟ للابتزاز والترغيب. يعني باعوا وفرطوا وما وصلوا لحد ايش؟ الترهيب. والبعض يعني تم استخدام معه اسلوب الترهيب مع الترغيب والابتزاز في نفس الوقت. وحاليا قطاع غزة نقول عنها اخر الحلقات. يعني لو سألنا من ديار الاسلام لم يسقط لغاية الان في شبكة الشيطان، اعطوني دولة عربية واحدة مش عمالها بتسبح في مياه الشيطان، اعطوني دولة عربية واحدة مش مسلمة، بديش اقول 100%، على الاقل 90% مش مسلمة حالة 90% للشيطان وحزبه. اعطوني من تبقى. على ما يبدو انه لم يتبقى الا هذا القطاع الصغير اللي بنسميه ايش؟ قطاع غزة. عشان هيك الدور والباقي عليه. ومنقول اخوان في كل الاحوال نتذكر قول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني كيف قرأنا في الحديث السابق لربما وصلنا لحال بعض الناس يقول إنه باطن الأرض خير من إيش؟ من ظاهرها، كما قرأنا في أحاديث ابن حماد قبل قليل لربما. ولكن إخوة نقول إنه في النهاية صحيح إنه ما عندي الله سبحانه وتعالى خير، وصحيح إنه ما عندي الله سبحانه وتعالى أبقى، وصحيح انه هذه الدنيا سجن المؤمن، وصحيح انه جنتنا عند الله سبحانه وتعالى، صحيح انه لقاء الله سبحانه وتعالى خير لنا وافضل. الا انه اخواني نتذكر انه الانسان المسلم كل ما الله سبحانه وتعالى اعطاه يوم شو اعطاه؟ اعطاه فرصة لدرجة عظيمة عنده بانك انك شو تسوي؟ تصبر على ما اصابك سبحانه وتعالى في هذه الفرصة. فاذا كان في عندك يوم واحد زيادة في حياتك تصبر فيه على ابتلاءك الله سبحانه وتعالى ابتلاك فيه، فنقول افعل واصبر واحتسب أجرك على الله سبحانه وتعالى. ولا تقبل لا ترغيب ولا ترهيب ولا تجعل مجال لأحد أن يبتزك. كيف تجعل؟ تجعلش مجال لأحد أنه يبتزك، إنك أصلا من الابتداء تبقى على أمر الله سبحانه وتعالى. مين بيقدر يبتزك؟ إذا أنت بقيت في حياتك دائما دغري وماشي على الصراط المستقيم وبقال الله وقال الرسول. يعني أنا هلا بتحدى أي واحد يبتزني في أمر، بتحدى ليه؟ لأنه بكل بساطة أنا ما فعلت شيء أمكن إنسان أنه يبتزني فيه. فأي زعيم
أي حاكم، أي عالم، أي إنسان عصى أمر الله سبحانه وتعالى، شو أعطى؟ أعطى إمكانية لشيطان من الشياطين أنه يبتزه في هذه المعصية، افعل كذا وإلا فضحتك إنك فعلت كذا. مش هيك بنقول إخوة؟ يعني النصيحة إياك أن تعصي الله سبحانه وتعالى لسببين. السبب الأولاني أنه معصية الله أمر عظيم، أتعصي الخالق الرازق الذي خلقك ورزقك وأعطاك كل ما أعطاك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ كل ما عندك من الله سبحانه وتعالى فكيف تعصي الله؟ هذا السبب الأهم. أما السبب الثاني، إذا أنت عصيت الله سبحانه وتعالى في وقتنا الحاضر، الدنيا كلها إخواني أصبحت مراقبة. لربما الآن، يعني الآن لو أنت مش عمالك حامل جهازك التلفون وماشي في الطريق، لربما واحد عماله بيسمعك شو عمالك بتحكي وانت تلفونك بجيبتك. ليه؟ عماله بتجسس عليك من هذا الجهاز. البطاقة اللي بسموها البيومتري الجديدة في عليها شريحة، وانت ماشي بيعدوا عليك خطواتك، هي دخل دار فلان، هي التقى مع فلان، الهويتين التقوا مع بعضيهم، هي جالس في هذا المكان، عماله بيعدوا عليك خطواتك. احنا صرنا في ايش؟ في وقت مراقب في كل شبر على وجه الأرض. يعني إنسان حاليا حامل هويته بجيبته، يطلع على شارع يافا على شقة رقم كذا، بيعرفون راح يزني مباشرة من الهوية تبعته وهي موجودة بجيبته. ليه؟ لأنه مراقب عليها جي بي اس موجودة، بتعرف أين أنت موجودة. يعني أنت ما خبرت حدا وما قلت لحدا، بس أنك توجهت وأنت حامل هاي الهوية أنت ثبتت. فبكل بساطة إذا كان الشيطان معني فيه بقول هيو موجود في هذا المكان، في هذا المكان أنا حاطط الكاميرات، بياخد صور تبعونك وبعدين بيرفع لك تلفون، يا فلان إما أن تفعل كذا أو بقوم بفضحك على رؤوس الأشهاد. شو بدك تسوي وقتها؟ بدك تطيعه عشان ما يفضحك؟ فأنا بقول إحنا في وقت إخواني أخواتي أحبتي في الله جميعكم، بذكركم بنبهكم إنه إحنا في هذه الدنيا أصبحنا في قرية صغيرة مراقبة، صوت وصورة، كل شبر فيها انت بتخطوه انت مراقب. فانا ادعوك اول اشي لعصم انك انت تعصم نفسك، ما تعصي الله سبحانه وتعالى مش لانك مراقب. تذكر ان الله سبحانه وتعالى ان ربك لبالمرصاد، الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يراك كيف تفعل. ولكن يعني فوق ما الله سبحانه وتعالى بيسمعك الان، عباد الله والشيطان ايضا أصبح عنده القدرة أنه هو يراقبك ويتبعك ويتبع حركاتك وهمساتك وسكناتك ويشوف أين أنت موجود ويقوم بابتزازك في هذا الباب. لذلك إخوان نقول الدعوة أولا أنك أنت تعصم نفسك ولا تدع للشيطان قدرة أنه هو يبتزك. وإذا إحنا إخواني يعني تكلمنا أنه إحنا إن شاء الله سنتكلم في موضوع الطاعة، ولكن بذكركم يعني فكر انت قليلا، لما يخرج عالم سعودي ويقول لك لو انت شفت ولي الامر على التلفاز كل يوم نصف ساعة يشرب الخمر ويزني عليك طاعته؟ ليه؟ ليش بيحكي هذا الاشي؟ لربما فعليا ولي الامر صار عنده معلومة اكيدة انه هو في عند الشيطان كذا تسجيلات عنده ألفين لكل حركاته، وفي يوم من الأيام زنى، وفي يوم من الأيام شرب الخمر، وبيعرف إنه شو صار في عنده مقتطفات، والشيطان حاليا بيبتزه إنه افعل كذا وكذا وإلا أخرج هذه الأمور. فلربما شو بقول لك هذا الزلمة، يعني أنا فعليا بدي أطيع الشيطان لحد معين، بس شو بدي أخلي لي؟ بدي أخلي لي خط رجعة، بدي أخلي العلماء عندي إنهم يطيعوني، حتى لو الشيطان شو سوى؟ قام بنشر هاي المستمسكات اللي علي. لربما يا إخواني مين بيعرف؟ ما بنعرف. عشان هيك بنقول التقوى أقوى. امشي عدل في المثل عنا، امشي عدل بيحتار عدوك فيك. هيك احنا المثل عنا، إذا أنت مشيت دغري عدوك ما بيقدر يمسك عليك ممسك، ما بيقدرش. ولكن ما أن تقوم بمعصية الله كأنك مسكت الشيطان إنه هو يدق بخناقك ويخنقك ويطلب منك انك انت تسوي اللي بده اياه. ونحذر اخواني نحن في وقت الشيطان حاليا شو بده؟ بده الناس كلها تكون تحت سيطرته، سواء بالترغيب
أو بالترهيب أو بالابتزاز. أرخص طريقة عنده الابتزاز، أرخص طريقة. ونذكر إخواني أيضا الأيام الماضية يعني جاءتنا مقاطع من الفيديو يعني بنات هوى من اليهوديات موجودين فين؟ في طرقاتنا إحنا يعني على مفرق الضاحية، في مفرق الضاحية في تلك المنطقة قبل الحاجز، قبل حاجز غلندية، منتشرة فتيات يهوديات في المناطق العربية، مناطق العربية واقفين على الطرقات جهارا نهارا. هذا الاشي ما شهدناه في السابق، ما كانوا يجرؤوا انهم يتواجدوا في هذه المناطق. يعني نعم يعني كان البعض يحدثنا انهم موجودين فين؟ عند اليهود في المناطق اليهودية، وامتى؟ في الليل. ولكن في النهار وفي مناطق عربية شو معناه؟ معناه انهم بيسعوا في كل طريقة انهم يوصلوا او انهم ينزلوا او انهم يقوموا باسقاط شبابنا في كل طريقة. ما ادراك انك انت لما تخرج معها انه هي مش حتطلق تسجيل، شو بيعرفك؟ هي شو بتفرق عندها؟ هي اصلا واقفة على الطريق وبتقول لك انا بنت هوا ومش فارقة عندي. بس انت، انت ابن هوا ولا ابن ناس؟ انت مسلم ولا بتفرق عندك؟ انت مسلم وعندنا العرض والشرف مثله أو جزء عظيم ومهم من الدين. فإذا أنت كنت فعليا تحافظ أو تريد أن تحافظ على عرضك وشرفك فحافظ على نفسك من هؤلاء. هون إخواني من نبه، هذا أمر أول إشي ليس بمقبول. ولكن حتى لو فرضنا يعني أحد الأشخاص أرسل لي تسجيل يعني وقف عند البنات وهو يصورهم وهي سألته عمالك بتصور، صور مش فارقة عندي. فبقولها ليش انت واقف هون في اللغة العبرية؟ بتقول له قبل ما انت تيجي هون انا اخذت اذن من الشرطة اني اكون موجودة هون، يعني ما اذن لهم، يعني لربما لن يكون في عنا القدرة على انزالهم او اخراجهم من هذه المنطقة لانه في معهم اذن من الشرطة، الشرطة بتحميهم في تواجدهم في ذلك المكان. ولكن نسأل، هل تستطيع بنت من بنات الهوى ان تجبر مسلم انه يصعد معها وانه يخرج معها؟ تقدر تجبره غصبا عنه؟ لا. فإن خرج شخص معها شو بكون؟ بكون بخاطره، هو اللي اختار هذا الأمر. أما لو عصمنا أنفسنا فلن نجعل للشيطان علينا بإذن الله من سبيل. ونذكر إخوان، تذكروها، ثلاثة طرق وحيل للشيطان: ترغيب، ترهيب، وابتزاز. أما الترغيب فنحن في هذه الدنيا لا نريد منها أي شيء غير رضا الله سبحانه وتعالى، ونعلم أنه حياتنا فين؟ في الجنة. ترهيب، هذه الدنيا ما بتعنينا من شيء وما منخاف فيها من شيء، يعني ومهما حدث معنا نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لو قطعونا شؤف شؤف شو منقول؟ منقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر الله، نرضى ونشكر ونحمد ونحتسب أجرنا على الله. ابتزاز، نقول نحن في طاعة الله على صراط الله المستقيم، لن نخرج عن هذا الصراط، لن نعصي الله سبحانه وتعالى، لن ندع للشيطان قدرة إنه هو يزلنا عن هذا الصراط، لأنه خروجنا عن الصراط سيؤدي إلى أن يبتزنا الشيطان في شيء أعظم وبلية أكبر. يعني بتكون بزنا، بتصير بخيانة، بتخون أهلك وناسك وأرضك، وقد تبيع من حولك، قد تبيع أرضك حتى أنك أنت تحافظ أو أنك أنت ما تفضح نفسك في أمر بسيط. نكتفي بهذا المقدار إخواني، وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا،
اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا احدا. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلي الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم. الله يخليك، الله يكرمكم دنيا واخره. يا الله، بسم الله يا رب.